فلسفة الأرض للأرض، أي الزراعة والثروة الحيوانية التي دعت إليها الحكومة، وجدت ركائز تستند عليها. 22 طبيبا بيطريا ومهندسا زراعي هم ثمرة التعاون التشادي المصري في بحر العلم الواسع، فشكلوا الدفعة الثانية للقسم الفرنسي والدفعة الثالثة للقسم العربي في كلية الطب البيطري من جامعة الإسكندرية فرع تشاد، إضافة إلى الدفعة الثالثة للقسم العربي بكلية العلوم الزراعية. حتى يومنا هذا قام فرع جامعة الإسكندرية بتخرج ما يقارب من 100 من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين الذين وبلا شك سوف يساهمون في تنمية قطاع الثروة الحيوانية بدولة تشاد التي تمتلك أكبر أعداد من الثروة الحيوانية بقارة أفريقيا أجمع. 5 سنوات في الطب البيطري و4 في العلوم الزراعية طواها الخريجون ليحظوا ويفوزوا بفرصة استلام إفادات التخرج التي يعجز التعبير عن وصفها لكل متخرج، ولكن ذلك لم يمنع ممثل الخريجين أحمد هارون بسرد رحلتهم الدراسية التي كانت محفوفة بالتحديات الجسام التي لم تتأثر بها القافلة ولم توقفها. حقيقة الإنسان يشعر بفخر واعتزاز أن الذين تخرجوا من تخصصات جد مهمة، لأن هذه التخصصات تمثل الركيزة الأساسية من ركائز الاقتصاد الوطني التشادي، وهما الثروة الحيوانية والزراعة. فخر أعقبه تهنئة وتشجيع مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتعليم العالي الذي أفاد بالتالي: نحيي الشراكة بين البلدين التي يقودها الرئيسان في البلدين، فإن شاء الله نحن جميعا بقيادة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو نقود هذا التعاون إن شاء الله. وأنا استمعت إلى مطالب الطلاب الخريجين، هذه المطالب سوف ندرسها مع معالي وزير التعليم العالي من أجل أن نرفع هذه مطالبكم إلى فخامة رئيس الجمهورية إن شاء الله. وزارة التعليم العالي قامت بالعديد من البروتوكولات لترقية التعليم، هذا ما أشار إليه مستشار وزير التعليم العالي المكلف بالثنائية اللغوية خلال الحفل. على المستوى الخارجي وقعت وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار اتفاقيات مع بعض المؤسسات الجامعية من بينها جامعة الإسكندرية، حيث وقعت معها اتفاقية عام 2007 لتلبية أغراضها الأكاديمية. مناسبة حفل التخرج كانت أيضا فرصة لتبجيل المعلم وتكريمه، بالإضافة إلى تكريم مستشار رئيس الجمهورية بالتعليم العالي الدكتور حسين مسار حسين.